تعبان أوي يما، قلبي وجعني من كتر اللف والتخبيط. كل ما أتمنى حاجة وأحاول أطولها أضيع في دهاليزها، وأول ما ألمسها وأحس إنها بقت بتاعتي تروح مني. أنا ربنا غضبان عليا، ربنا ما بيحبنيش. لا يا حبيبي، بالعكس ربنا بيحبك فابتلاك عشان ما تتجبرش بقوتك على خلق، بيكسرك عشان تلجأ له. اللي انت فيه ده يا حبيبي خير مش شر. خير وتسماح للإنسانة الوحيدة اللي حبيتها من قلبي. سماح يا أم، تسمي ده خير؟ كان لازم تتصدم يا حبيبي في أعز الناس عندك عشان تفوق من السكينة اللي سرقاك. وابني، ابني اللي طلع، طلع مش ابني، تسمي ده كمان خير يا أم؟ احمد ربنا يا حبيبي، احمد ربنا ان ربنا بعت لك اللي ينورك ويقول لك الحقيقه قبل ما يتولد، وتفرح بشوفته وتدي له اسمك. ساعتها بقى جرحك مش هيبقى له دواء. ضربتين كانوا جامدين قوي يا عم، ضربتين كانوا في قلبي. يا عبيد، ربنا سبحانه وتعالى مديك فرص كتير عشان تلجأ له وتتوب. اتوب من ايه؟ انا عملت ايه غلط؟ ده انا بسمع كلامه. ومالك الحرام، بتسميه ايه يا ابني؟ ده ورث من ابويا، امانه وسابها لي في رقبتي، ولازم احافظ عليها واحافظ عليكم عشان ما تتبهدلوش يا ماما. صدقيني يا امي، والله العظيم انا عملت كده عشان احافظ عليكم مش عشاني لوحدي. ربنا قادر يا حبيبي يغنينا بالحلال بدل ما الحرام ما يسمم أيامنا ويخسرنا كل حاجة أكتر من كده. كنت فاكر إن الفلوس هتغنيني ومعاها مش هيبقى فيه مشكلة، بس يا خسارة ما جابتليش غير القلق والتعب في جمعها وحسد الناس وحقدهم عليا وأنا بصرفها. ما ريحتنيش زي ما كنت فاكر. في حاجات كتير يا حبيبي ما نقدرش نشتريها بالفلوس، منها البركة وراحة البال. استهدى بالله يا حبيبي وسلم أمرك لربك يسلمك من كل راضي يا رب. سامحيني يا أمي، أبوس إيدك سامحيني. مسامحاك يا حبيبي، مسامحاك، مسامحاك. خلاص يا أمي، أنا هخلص من كل المال الحرام اللي عندي، هتبرع بيه للفقراء والمساكين، يمكن ربنا يبعد لعنته عني ويغفر. بس أنت سامحيني والنبي. سامحك يا حبيبي، إن شاء الله ربنا هيغفر. مختار أشرف، تعالي أشرف. أخوك خلاص قرر إن هو يتنازل عن كل ماله الحرام مهما عمل. تفتكري ربنا ممكن يقبل من الشيطان توبة؟ ليه بتقول كده على أخوك؟ ده بدل ما تشجعه على توبته؟ أخويا اللي بعت ورايا مجرمين عشان يضربوا عليا نار، أخويا اللي حرم ابني من العلاج، أخويا اللي أذاني في شغلي، لويت دراعي وجريت رجلي في الحرام غصب عني، أنت لا يمكن تكون أخويا. في يا أشرف؟ إيه الكلام اللي بيقول أخوك ده يا مختار؟ رد عليا، الكلام اللي بيقول اخوك ده مظبوط؟ انت وزيت الناس المجرمين دول عشان يؤذوا اخوك في شغله ويموتوه؟ عملت كده عشان مصلحتنا. مصلحتنا انك تتامر مع مجرمين على اخوك؟ اللي يقتل ممكن يعمل اي حاجه عشان مصلحته. يقتل؟ كان غصب عني يا امي، ما كانش قصدي. كمان لوست ايديك بالدم يا مختار؟ كتير، واخرهم مصطفى.
اللي اتهموه بداله من الظلم انتحر. انت يا مختار، انت تعمل كده؟ انت تعمل كده يا مختار؟ لا لا لا. يلا من سكات، لا فرغ السلاح في دماغك. جرى يا اشرف، انت جننت ولا ايه؟ انت بتعمل ايه يا اشرف؟ وسعها من سكتي، لازم اقبض عليه. عايز تسجل اخوك بايديك؟ ما تقوليش اخونا وما تفكرنيش بالاخوه. لا افكرك، وان كان غلط في حقك فمن حقه عليك تفتكر له اي معروف عمله معاك. مهما افتكرت مش هقدر انسى انه شدني في الطريق اللي ضيع مراتي وابني. كنت خايف عليكم. افهم بقى يا اخي، كنت خايف عليكم اكتر من خوفي على نفسي. ما كانش في دماغي غير اني امن الثروه اللي هتامن لنا مستقبلنا، حتى لو كنت هودي نفسي في 60 داهيه عشانكم. حاولت ارجعك على اللي في دماغك حتى لو بالقوه، طالما شايفك ماشي غلط. وكده بقى دليته على الصح. كل واحد على قد دماغه بقى. بهزار ان في ناس دماغها شر عليها، شكلي واحد منهم. ارجوك يا اشرف اديله فرصه اخيره بحق الاخوه اللي بينا. ما اقدرش، طلع امر بالقبض عليه، واكراما لبيت العيله انا ما خليتهمش يدخلوا معايا. اكراما لبيت العيله؟ هي فين العيله دي؟ العيله راحت وخلاص، خلاص انتهت. عمري راح عشانكم، ضيعت عمري، يا خساره تربيتي فيكم، يا خساره شقه عمري عليكم. عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب. يعني خلاص هتسجله بايدك؟ ده امر ولازم انفذه. وانا مش هنزل لك كلمه عشره، انا لا هقاوم ولا ههرب. خلاص تعبت من لف ودوران، عايز اهدى بقى. يمكن السجن كل دواء. انا همشي، همشي يا امي، همشي عشان ترتاحوا مني. تفضل يا اشرف، انا جاهز يا اخويا. اشرف بتعمل ايه؟ انا عليك اخوك تحط الحديد في ايده. يلا مختار، مختار، مختار. سامحيني يا أمي، سامحوني كلكم، والله كانت نيتي سليمة بس خانتني الطريقة. معلش بقى، عيل جاهل وغلط. مختار